كي نبغو نقرو بصح ما عندناش واش نقرو. نبغي نقرا بصح ما عندناش اللي يكون عاوزو اللي يكون نقرو باه نولو كي الناس اللي راهم يقرو. أنا في المنطقة في الطرف بين سعيدة وبين تيارت، ورانا محرومين من كل حاجة، لا طريق لا ضو لا باز يقرا، هالي يكون ما رموه ما خدموه ما خلوه باز يقرا. في وقت البرد في وقت الحمان ب 500 ألف ما نصيبهاش، كاش مين يتصنط لك هيهات والدنيا فنات. أترسين تي حنا ولاية سعيدة باقي حذانا، رانا في بلان تقريب بلان سعيدة علينا زوج كيلومتر. ونداء الى مديرة التربية لولاية يرت، يا سيدة المديرة رحمة على والديك، وليلى دولتنا الجزائرية ما عندهاش دراهم تعطينا يد المساعدة، حنا نرموا هذه المدرسة لاولادنا، حنا نخلصوا المعلم معليش،